السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نحكي عن الكول باك فيتشر. الكول باك فيتشر ببدلت صوت الاس ام بي، معناها مثلا اذا حدا اتصل، اذا رقم خارجي يعني خارج البدالة اتصل على بدالة صوت الاس ام بي، على طول بدالة صوت الاس ام بي راح تعطيه هانج اب، وبعديها بوقت معين راح ترجع تتصل عليه. طبعا فائدتها هاي الكول باك، يعني زي ما احنا عارفين لو حكينا من مكالمة موبايل رقم ارضي، مثلا مكالمة بتخصم من رصيد الموبايل مثلا، فمثلا لو رقم ارضي اتصل على عنا بالكويت، لو رقم ارضي اتصل على موبايل مثلا، المكالمة بتكون فري. يعني مثلا ممكن نشرحها بهاي الطريقة عشان تكون واضحة. يعني مثلا هيك ما يعني الكاستمر تبعي ما بخصم من الرصيد موبايله، يعني فهاي الفكرة اتوقع تكون توضح اكتر استخدامات الكول باك، وممكن نستفيد منها من استخدامات تانية. فهي عموما انه اي حدا بتصل على البدالة، البدالة بتعمل له هانج اب وبترجع تتصل فيه فورا. ممكن اعملها immediately، ممكن بعد 10 ثواني. فعشان ابرمج الكول باك رح اعمل لوجن بالزونت الاس ام بي، بروح البي بي اكس منيو كول فيتشرز، بروح على كول باك، تمام، بعمل اد لكول باك جديد، كول باك بسميها كول باك مثلا، كول باك نمبر مثلا زي ما احنا شايفين انتر ذا نمبر تو ديال فور ذا كول باك. يعني انا عملت الكول باك وبحط فيها رقم معين، فالبدالة راح تتصل على هذا الرقم. يفضل نخليها فاضية عشان الرقم المتصل ترجع البدالة فورا تتصل عليه. يعني لو حطيت مثلا رقم هالموبايل فقط، هذا اللي حيثبت عليه الكول باك. اي اتصال بيجي على البدالة راح يصير كول باك لهذا الرقم مثلا. فيفضل انه نخليها بلانك فاضية. delay before callback، كم عدد الثواني اللي تستناها البدالة قبل عملية الكولباك. يعني مثلا حطيتها 3 ثواني، اذا انا اتصلت على البدالة، البدالة حتعمل لي هانج اب، بعد 3 ثواني راح ترد تتصل علي. طيب الديستنيشن اللي حيتم تشغيله لما مثلا تصير عملية الكولباك، لو حطيتها مثلا announcement welcome مثلا، شو اللي حيصير؟ اي واحد بتصل على البدالة، البدالة حتسكر الخط، بعد 3 ثواني راح ترد تتصل على الخط اللي اتصل على البدالة ويسمع رسالة الترحيب مثلا ويلكم مثلا، او اي في ار مثلا، او يوديه على اكستنشن دايركت، يعني حسب البرمجة اللي بعملها، وبعمل بعدين سيف. طيب ضروري انا افعلها طبعا بالانباوند روتس او بالاي في ار عشان تتطبق الكول باك، تمام. فبختار انباوند روت انا عامله، او بعمل انباوند روت جديد، والديستنيشن بيكون الكول باك اللي احنا شايفينه.